تعالوا معنا سريعا نبتدي أخبارنا. وأول خبر بيقول معلومات عن مبادرة الرئيس لإنهاء الجراحات العاجلة وقوائم الانتظار. تفاصيل خبر بتقول منع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة اللي بتشملها المبادرة، والانتهاء من إجراء 453 ألف عملية جراحية، وكمان تحويل 24169 حالة علشان يتلقوا العلاج الدوائي بدل من التدخل الجراحي، بالإضافة إلى المريض مش هيتحمل أي تكلفة مالية. وكمان الوزارة هتستقبل استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15300 وبيعمل يوميا من 9 صباحا لحد 6 مساء. نروح للخبر الثاني اللي معانا بيقول الصداع قد يكون علامة على أن صحتك في خطر. الصداع المستمر بيشير لأربع مشاكل صحية. أول حاجة أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض التصلب العصبي المتعدد وكمان الصرع وكمان الألم العضلي الليفي، وهو اضطراب بيؤدي لانتشار ألام في الجسم والتعب ومشاكل النوم وكمان الذاكرة والمزاج. الخبر اللي معانا بعد كده للأمهات. الخبر بيقول للأمهات أضرار يسببها الشاي لصحة طفلك. أول حاجة الأرق، خاصة لو شرب الشاي قبل ما بينام، لأنه بيحتوي على كمية كبيرة من الكافيين وبيسبب ضعف العظام، لأن الطفل بيدخل الحمام كتير وكثرة التبول للطفل طبعا بيؤدي لنقص نسبة الكالسيوم عند الطفل، بالإضافة لخفض الشهية وتسوس الأسنان، لأن الطفل بيضيف سكر طبعا كتير عشان أطفال بطبيعتهم بيحبوا السكر في الحاجة اللي بيشربوها، فبيضيفوا سكر كتير في الشاي عشان يتغلب على مرارة طعمه. كمان فرط النشاط وفقر الدم، وآخر حاجة الأطفال بيحسوا بيها هي حرقان في المعدة. الخبر اللي بعد كده بيقول في دراسة بتحذر من استخدام الهواتف الذكية قبل النوم. تفاصيل الخبر بتقول في دراسة نشرت مؤخرا قالت ان حوالي 90% من الامريكيين قالوا ان هم بيستخدموا الموبايل قبل ما بيناموا بساعة، والخبراء البحث قالوا ان استخدام الموبايل قبل النوم بيؤدي لنوم سيء، وده لأسباب. السبب الأول إن النظر في الشاشة وقت متأخر بالليل بيجعل العقل منشغل في الوقت اللي المفروض يكون متوقف فيه عن العمل طبعا للنوم. السبب الثاني هو مشكلة الضوء الأزرق اللي ممكن يكون ضار من نواحي كتيرة، عشان كده بيوصوا إنه إننا نسيب الموبايل قبل النوم مباشرة ب30 دقيقة على الأقل. وعلشان نعرف أكتر مشاهدين عن الخبر ده وعن مشاكل الموبايل واستخداماته قبل النوم، معنا على الهاتف دكتور محمود علام، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا أهلا بحضرتك يا دكتور محمود. دكتور بي. كنت عايز أتكلم مع حضرتك، فعلا في أضرار كتير بيسببها استخدام الموبايل قبل النوم مباشرة، لأن كلنا فينا العادة دي قبل ما بننام الموبايل بنمسكه ما بننامش غير تقريبا بيغمى علينا أو ما بيجيلناش نوم أصلا، بيحصل إغماء على طول. إيه الحل في المشكلة دي وإيه الأضرار؟ هو الحقيقة الأول لازم نعرف إن في مشاكل تليفون محمول عموما، يعني مش بس في قبل النوم، يعني قبل النوم طبعا بيبقى المشاكل أكتر لانه بيسبب في نوع من الديستراكشن، يعني او يعني من اليقظه او من ان يعني يبعد النوم عن الواحد. دكتور محمود استاذن حضرتك، تعالي صوتك شويه. اتفضل. بقول ان احنا يعني استعمال التليفون المحمول قبل النوم في فتره قبل النوم الحقيقه ما يعني اذا كنا هنستعمله اولا يكون بعيد عني شويه ويعني ما يكونش على ودني على طول. تمام. وبعدين لازم يكون يعني اسمع حاجه هاديه، يعني اذا كنت عايز تسمع مزيكا، في ناس بتحب مثلا تسمع موسيقى او تسمع مثلا القران بالليل قبل ما تنام ممكن، بس لازم التليفون يكون بعيد عني شويه، لان التليفون الذكي خصوصا دلوقتي التليفونات بقت يعني معقده جدا. صحيح. يعني التليفون المحمول ده بيطلع اشعاعات كتير جدا خطيره حتى على المخ. فلازم التليفون يكون بعيد عني شويه. تمام. ما اسمعش حاجه مثيره او حاجه تخليني ابقى منفعل. يعني اذا سمعت حاجه
يعني ما اتفرجش مثلا على موقف يضايقني او اقرا حاجه مش مناسبه معايا فتعصبني، او فيلم مثلا فيه شويه اكشن مثلا، او فيه يعني لازم تكون حاجه هاديه. والضوء زي ما انت قلت بالظبط في يعني يا دكتور محمود، يعني انا لو اتفرجت على حاجه عصبتني او قريت حاجه مثلا مش مناسباني فاتضايقت ان انا قريتها، ده هيأثر على مخي وانا نايمه؟ ما فيش كلام. اللي هيأثر طبعا، وهيخلي الواحد يبتدي ما ينامش كويس، ما يدخلش في النوم بسهوله. ولو دخل في النوم هيبتدي ساعات يبقى فيه زي احلام مش كويسه نتيجة الحاجة اللي انفعلت بيها. صحيح يا دكتور، حتى البعض يقول أنا قايم يعني في كابوس بس أنا مش فاكره، أنا بتقول لي في مشاكل بس أنا مش فاكرها. هو عادة يوجوال يعني إن معظم الناس ما بتفتكرش الأحلام. لكن قطعا في ضرر. طيب دكتور، كنت عايز اعرف من حضرتك حاجه تانية. ايه تفسير ان يعني ما بقعد اتكلم مع ناس من اصحابي اقول لهم مثلا انتوا الموبايل بتمسكوه قبل ما تناموا، طب هتناموا ازاي؟ يقول لا ده احنا بنمسكه بنتفاجئ ان احنا رحنا في النوم. ده تفسيره ايه علميا؟ هو شوفي حضرتك، هو لما الواحد قبل ما ينام بيسمع حاجه هاديه وسموث سوفت يعني، تمام، ممكن تساعد طبعا النوم. مفيش كلام يعني، في كتير بتنام مثلا على صوت الموسيقى، موسيقى عادية يعني soft music يعني، ده ممكن، ده يعني ممكن، وساعات بيبقى مستحب كمان عشان ما تشغلنيش عن أو تشغلني عن إن أنا أفكر في حاجة تانية. يعني بتكون هو سمع يعني متعود إن هو بيسمع حاجة هادية قبل ما ينام، قرأ حاجة عجبته فهو بيسترخي يعني. تسمع قرآن كريم قبل ما تنام. قرآن صحيح. مثلا فاهم كده. فده ده المهم، غير كده الحقيقه ضرر، وخصوصا زي ما انت قلتي في اول البرنامج موضوع الضوء الازرق. الضوء الازرق فعلا بيأثر على المخ. صحيح. وبيعمل بينبه خلايا المخ. تمام. كده يعني يا دكتور محمود الجديده في التليفونات الجديده دلوقتي بيحاولوا يعملوا مود في التليفون، نايت مود. صحيح. بحيث يخلي الضوء كله اللي طالع من التليفون، لو الواحد يعني مضطر يستعمل التليفون بالليل بالليل يستعمله على الضوء ناحيه الايه؟ الريد سايد يعني. تمام، يعني دكتور محمود نقدر نلخص الكلام في ان الضوء الازرق ضار، ما ينفعش الموبايل يكون جنبي قريب جدا وانا نايمه، لازم يكون بعيد عني، وكمان تمام نحاول ما نتفرجش على حاجات تتعب اعصابنا. كمان مهم قوي يعني نوعية الحاجة اللي بسمعها، ما بسمعش حاجة مثيرة. صحيح. حاجة تخلي الواحد يتضايق. أنا طبعا ينفعل. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود علام، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا مشاهدينا نروح للخبر الأخير معانا، بيقول منها الأفوكادو، تعرف على أفضل الأطعمة لدعم صحة الكبد. الأفوكادو بيعتبر من المواد الغذائية الأساسية وليها كتير من الفوائد الصحية، منها تحسين صحة الكبد. وكمان القهوة، القهوة بتقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد والسرطان. وكمان زيت الزيتون برضو بيساعد في تقليل الإصابة بأمراض الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية. أيضا المكسرات بتحتوي على نسبة عالية من الدهون وبتقلل من احتمال الإصابة بالكبد. أخيرا الكربوهيدرات المعقدة بتحتوي على مغذيات أساسية زي الزنك وفيتامين ب ومستويات أعلى من الألياف، وكلها مهمة لصحة الكبد. مشاهدينا بالخبر ده وصلنا معاكم لنهاية الفقرة طبعا.